النهاردة عشاء دولة التلاوة المصرية بيحيوا ذكرى ميلاد الشيخ مصطفى إسماعيل مقرئ الملوك والرؤساء. زي النهاردة 17 يونيو 1905 اتولد واحد من عظماء التلاوة في مصر، الشيخ مصطفى إسماعيل المعروف بألقاب كتير، يمكن منها مقرئ الملوك والرؤساء. وولد الشيخ مصطفى إسماعيل في قرية صغيرة بمحافظة الغربية اسمها ميت غزال، بينها يمكن وبين مدينة طنطا 6 كيلو. من أهم يعني الشيوخ اللي علموه في هذه القرية، يعني 4 من أهم مشايخ القرية قاموا بتعليمه للقرآن وحفظ وتجويد، وفضل يتعلم لحد ما تعلم القراءات 7 للقرآن وهو عمره 12 سنة. الشيخ مصطفى إسماعيل كمان حصل على ألقاب كتيرة، منها مقرئ الملوك ومقرئ الغلابة والفقراء وقارئ مصر الأول والمهندس. قال عنه الموسيقيين إن هو اللي أسس دولة التلاوة ووضع ليها استراتيجيات. كان ليها يعني علاقة قوية برؤساء السابقين لمصر، زعيم جمال عبد الناصر ورئيس محمد أنور السادات، وتم تكريمه من قبلهم. وكمان كان لي بتربطه علاقة قوية بنجمة الشرق وكوكب الشرق السيدة أم كلثوم والموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب. ويعني يمكن من أكتر الحاجات اللي كانت بتحبب الناس في الشيخ مصطفى إسماعيل مسألة القراءة بالمقامات الموسيقية والتمكن من هذه المقامات ومن جواباتها ومن جوابات الجوابات كمان، فده اللي كان بيعلق الناس بصوته بشكل كبير جدا، ويعني بيخلي صوته مميز ومدرسة لوحده في قراءة القرآن الكريم. خلينا نحتفل بذكرى ميلاده، ومعانا دلوقتي الأستاذ علاء حفيد فضيلة الشيخ النهاردة، وإحنا بنحيي ذكرى ميلاده. الأستاذ علاء حسني، مساء الخير عليك. وبداية، أكتر حاجة فاكرها ومحتفظ بيها في حياتك وبتعلمها لأولادك من يعني ذكرياتك مع جدك الشيخ مصطفى إسماعيل؟ اهلا استاذ هدير. اهلا بحضرتك. يعني هقول لحضرتك حاجه، انا والدي توفى وانا صغير جدا، كان عندي 2 سنين. وجدي هو اللي رباني، فهو كان مثل ابي بالظبط، وعشت معاه 20 سنة. فانا طلعت سميع من وانا طفل صغير، وكنت غاوي ان انا اجمع التسجيلات واروح معاه الليالي واسمعه، واروح معاه صلاه الجمعه في الازهر اسمعه وكده. فاصبحت يعني حامل للتراث بتاعه وجامع له من كل مكان ممكن اقدر اجيب التراث. انا عندي تسجيلات يعني تفوق ال 2000 ساعه. حضرتك انت عارفه انا نفسي في ايه؟ انا نفسي لو عندي اذاعه قران كريم خاصه بيا، انا مستعد اذيع 3 اشهر متصله قراءه غير مكرره. صحيح، ويمكن إذاعة القرآن الكريم دايما بيكون في تلاوات للشيخ مصطفى إسماعيل. ما احنا عندنا يعني زي ما تقولي بيدوا له مثلا كل يوم نص ساعة كده ولا حاجة، انما بقول لك عندي اكثر من 3000 ساعة. فانا اتمنى ان احنا نسمع الناس، لان الشيخ مصطفى السميعة بتوعه، السميعة مش المستمعين، السميعة بتوعه يفوق 200-300 مليون واحد على مستوى العالم الإسلامي. فانا اتمنى من الله ان التسجيلات اللي عندنا دي تشوف النور، وفي تسجيلات في الإذاعة مرئية وصوتية، وأتمنى إن الحاجات دي كلها تشوف النور، والأذان بتاعه يرجع تاني يذاع في القناة الأولى لأنه ما بيذاعش بقى له مدة، وشيخ رفعت وشيخ عبد الباسط والجماعة اللي كويسين دول. طيب، عايزة كمان أتكلم معاك، أنت لسه كنت بتتكلم على إنه الناس بره كانت بتحب الشيخ مصطفى إسماعيل جدا، وهو كان بيسافر كتير والناس كانت بتستقبله استقبال كبير، ويمكن حتى ده مش بس في الدول العربية، حتى في الدول الغربية تم استقباله في فرنسا في الكاتدرائية الكبرى. احكي لنا عن ده أكتر. والله بصي، هو يعني الشيخ مصطفى كان موهبة يعني من عبقريات مصر تقريبا غير مكررة، بمعنى ان هذا الرجل كان عندما يقرا امام اي مجموعه من الناس كان بالنسبه لهم ده بيبقى نمره واحد على طول وما يسمعوش غيره تاني. الكبار الموسيقيين والعلماء في مصر، علماء القران، علماء التجويد والقراءات، وعلماء المقامات الموسيقيه كموسيقى،
كانوا عندما يستمعوا للشيخ مصطفى اسماعيل لاول مره يعتبروا ان هذه عبقريه وموهبه فريده من نوعها. صحيح. فلما كان بيسافر، لما كان طبعا هو كان بيقرا رمضان عند قصر الملك فاروق لمده حوالي 9 سنوات قبل ما الملك يترك مصر، فكان مش بيسافر في رمضان بره. بعد ما عايز اعرف من حضرتك الاول، وصلنا ازاي للمرحله دي القراءه في يعني القصر الملكي؟ هقول لك حاجة سريعا كده، هو وهو عنده 20 سنة قرأ في ميتم باشا كبير في طنطا. الراجل دوت اتوفى في اسطنبول، كان مريض وبيعمل عملية، اتوفى في اسطنبول، وعقبال ما جيب المركب لاسكندرية لطنطا كان الموضوع خد له 3 أيام. فمصر كلها عرفت بالإيه، بالعزا، والعزا زمان كان 3 أيام. فكان الشيخ مصطفى دوت قرأ ال3 أيام مع جميع مقرئين الكبار في مصر، وجميع وفود مصر راحت عزت سمعوا الشيخ مصطفى. احنا ربنا جمع له كل مصر عشان تروح تسمعه هناك. صحيح. من هذه الليله اتشهر وبقى مقرئ مشهور وحيد في الوجه البحري وفي الصعيد. وبعد كده لما نزل مصر قرا الشيخ درويش الحريري من كبراء المنشدين في مصر، وكان هو اللي بيجيز الاصوات الجديده. لما سمعه في ليله قام ما استحملش، قام قال للناس اسمعوا يا اهل مصر، هذا رجل يكفي انه ما بيقلدش حد، ويكفي ان هو له نظام جديد، واقرا يا ابني الله يفتح عليك. لما راح الرابطه بتاعت القران بتاعت رابطه تضامن القراء، الراجل الشيخ محمد الصيفي لما سمعه هو انضم لهذه الرابطه بالصدفه، كان كان عند ترزي الهدوم بتاعه اعتقد، وهو اللي قال له ان في رابطه. برافو عليكي، برافو عليكي. المهم راح البتاع خده، قال له احنا هنذيع في سيدنا الحسين في الاذاعه بعد كام يوم. المهم خده وقرا، بمجرد ما قرا الخاصه الملكيه والملك فاروق سمعوه، قالوا مين دوت وايه الطريقه ديت، هاتوه، جابوه وعملوا معاه عقد. قرأ اول حاجه، قرأ الذكرى السنويه بتاعت الملك فؤاد، وبعدين قرأ ال40 بتاع شاه ايران كان توفى في الوقت ده، وبعد كده سهر رمضان عبد الملك لمده 9 سنوات، وبعد كده ابتدى يسافر بره مصر بقى. فطبعا الاتراك انبهروا بيه، السوريين انبهروا بيه، اللبنانيين انبهروا بيه، العراقيين، يعني كل الطوائف الاسلاميه حتى في البلاد اللي ما بتعرفش عربي زي مثلا ماليزيا والحتت دي انبهروا بيه انبهار لدرجه ان كل المقرئين الجداد اللي هناك بيقلدوه. صحيح. فهو يعني مدرسه، يعني زي ما تقولي ايه، مقرئ مؤثر في الاخرين. وطبعا انا كلامي مجروح عشان هو جدي، ولكن انا سميع كبير جدا يعني. لا هو بكل تاكيد يعني صوت الشيخ مصطفى اسماعيل، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله كده جسر لقلوب الناس. عندك حقيقة، عندك حق 100%. يعني في موسيقيين كبار في الـ في الـ في تركيا وفي الشام بينزلوا على اليوتيوب لغاية النهارده تحليلات لصوته، وبيكلموا كلام على انه هو يعني بطل العالم في مش في تلاوة القرآن بس، لا في استخدامه للمقامات. صحيح. لأن المقامات الموسيقية 8 مقامات، وبعد كل كده كل مقام له فروع وله اجناس وله ترتيبات وله حاجات زي كده، بيوصل ل 80 90. فهذا الرجل استطاع ان هو يتمكن من جميع المقامات كامله باجناسها بفروعها، لدرجه ان انا بقول لك عندي 3000 ساعه تسجيل، ما فيش ساعه زي الثانيه. يعني هو بيقرا بابداع غير عادي وبطريقه مستمره، كل ما بيطلع على الدكه يقرا بيقرا حاجه جديده ما قالهاش قبل كده. هو كمان شيخ مصطفى اسماعيل كان مهتم بمساله هو بيلبس ازاي، ويمكن اعتقد انه من اوائل الشيوخ اللي لبسوا ساعه اليد. دي حقيقه. بصي بصي العبقريات الكبيره تبص تلاقي هم يعني عندهم ذوق رفيع. يعني يروا الجمال في كل شيء، ويروا لما يسمعوا حاجه حلوه يتبسطوا، لما يشوفوا حاجه حلوه يتبسطوا. صحيح. فهو كان شيك في نفسه، بيلبس ملابس نظيفه. الترزي اللي انت قلت لي كان عنده بالصدفه ده، الترزي دوت من اشهر الترزيه في مصر للملابس اللي هي الجبه والكاكولا والقفطان، وكان ليه لفه معينه للعمامه بشكل معين. ايوه صحيح، هو كان فريد من نوعه كده. هو اول واحد لبس ساعه في ايده، اول واحد كان عنده عربيه بسواق، اول واحد سكن في الزمالك او جه سكن في الحتت اللي هي يعني ايه اللي هي هاديه شويه كده. علاقته بالرؤساء كمان
تم تكريمه من قبل الزعيم جمال عبد الناصر ورئيس أنور السادات، يمكن حتى كان بيقوم بتقليده شوية وأخده معاه للقدس. الله، والله ده انت عارفه حاجات كتير قوي. بصي، هو الشيخ الرئيس جمال عبد الناصر كرمه سنه 65 في عيد العلم واداله وسام الجمهوريه، وده كان اول وسام يعني في مصر يعطى لمقرئ قران او لشيخ ازهري بصفه عامه يعني. صحيح. وقبل كده يعني في الشام بقى في الخمسينيات كرموه في لبنان، وكرموه في وسام الارض في لبنان بدرجه كوماندوز، وفي سوريا وفي السعوديه وفي الكويت، ولا كرموه تكريمات كثيره جدا. وبعد كده يستحق هذا طبعا، واكثر الشيخ مصطفى اسماعيل يعني احد كنوز مصر واحد يعني القوى الكبيره في مصر، ودايما صوته يفضل عايش معانا، قراءاته الرائعة الفريدة من نوعها تفضل عايشة معانا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ علاء حسني حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل مقرئ الملوك والرؤساء، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.